نبدأ مع بعض محاضرة السيل بروليفريشن اند ديث. وفي البداية كده عايزين نفرق ما بين مصطلحين مهمين جدا، ألا وهما الديفرنشيشن والبروليفريشن. البروليفريشن اللي هو اللي احنا عارفينه، اللي هو الانقسام خلاص، أو زيادة عدد الخلايا بتاعتي عن طريق انقسام الخلية أو الميتوزس. فالخلية تديني هتنقسم لخليتين، وكل خلية منهم تنقسم لخليتين، وهكذا لحد ما في الآخر بيبقى عندي خلايا بتنقسم وفي خلايا قصادها بتموت، عشان يبقى في بالانس أو توازن، ونقدر نحافظ على العدد بتاع الخلايا ثابت. يبقى في توازن ما بين عدد الخلايا اللي بتزيد وعدد الخلايا اللي بتموت، ويفضل العدد اللي عندي ثابت. differentiation جبنا سيرتها قبل كده ماشي، وقلنا ان هي معناها تمايز او تخصص. يعني ايه؟ يعني ايه تمايز او تخصص؟ كلمة differentiation يعني تمايز او تخصص، انه في خلايا عندي غير متخصصة او غير متميزة، هيحصل عليها شوية تغيرات في التركيب والوظيفة بتاعتها، وتتحول الى خلايا متخصصة أو متميزة. يبقى في unspecialized cells هيحصل changes في ال في ال features بتاعتها، سواء ال structural أو ال functional اللي هي في التركيب أو الوظيفة بتاعتها، وتتحول إلى specialized cells. ماشي كده؟ يبقى هي يبقى هنا الفرق بين proliferation. proliferation يعني تكاثر، زيادة في عدد ال cells، لكن differentiation هنا هيبقى فيه، حتى هي different يعني جاية من differentiation، اللي هو ايه، هيبقى فيه ان الخلية بتاعتي هتتحول لخلايا مختلفة different خلاص. فزي مثلا الخلايا الايه الجذعية، او اللي بيسموها الستيم سيلز، اللي هي خلايا غير متخصصة خلاص، هتديني بقى خلايا متخصصة في حاجة معينة، خلايا مختلفة متخصصة في حاجة معينة. يعني مثلا هتديني المسل سيلز خلاص، دي متخصصه في الكونتراكشن او الانقباض. هتديني مثلا النيورونز، متخصصه في نقل الاشارات العصبيه. هتديني مثلا الاميون سيلز، متخصصه في المناعه. هتديني مثلا الايه الجاميتس خلاص، اللي هي هتعمل تخصيب وتديني الزيجوت مثلا، وهكذا. هتديني مثلا ار بي سيز، اللي هي بتعمل لي جاز اكستشينج. يبقى هي خلايا غير متخصصه بتديني خلايا متخصصة. خلاص، حلو أوي. طيب بيقول لي بقى الديفرنشيشن في المراحل المختلفة يعني بيكون مختلف. يعني ايه؟ يعني انا في وقت الايرلي ديفلوبمنت، او وقت ما يكون اللي هو البيبي، وقت الامبريو كده، ووقت الطفل، بكون محتاجة عدد خلايا كتير قوي. فاللي بيكتر لي عدد الخلايا ده ايه؟ ده البروليفريشن او التكاثر بتاع الخلايا. يبقى انا بحتاج رابيد بروليفريشن في وقت الايرلي ديفلوبمنت، عشان يبقى عندي خلايا كتير واقدر ان انا اكون الاورجنز او الاعضاء بتاعتي. خلاص، يبقى رابيد بروليفريشن. طب نيجي بقى بعد كده، الخلايا اتكونت وحصل لها بقى تمايز او differentiation. فبعد ما بيحصل لها differentiation، الخلايا المتخصصة دي بتدخل في مرحلة الجيوفيز، وده اللي احنا جبنا سيرته قبل كده. قلنا ان في بعض الخلايا بتدخل في مرحلة الجيوفيز، اللي هي معناها ان الخلايا دي بتخرج بره السيل سايكل، او بتخرج بره دورة حياة الخلية خالص. والموضوع ده قلنا ساعتها ان هو يا اما بيكون permanent او يا اما بيكون temporary. permanent يعني الى الابد، it's no longer ان هي تنقسم تاني، مش هتنقسم تاني خلاص. وقلنا ساعتها ان ده زي النيورونز، وزي اللي هي النيورونز اللي هي الخلايا العصبية، وزي الايه الكارديك ماسل فايبرز اللي هي خلايا القلب يعني، او ان هي تكون داخلة في مرحلة الجي او فيز تمبرري او بشكل مؤقت، وهترجع على الجي وان فيز تاني، ودوت اللي احنا قلنا عليه اللي هي ايه بشكل مؤقت ماشي. زي مثلا الليفر سيلز، حد مثلا جاله حصل له تيومر ولا حاجه، فكده احنا لما شلناه جت اشاره لخلايا الليفر ان هي ترجع تاني للسيل سايكل، وترجع تاني ان هي تنقسم. طيب قال لك ليه في بعض الخلايا بتبقى بتدخل في مرحله الجي او فيز ديت للابد؟ يعني ليه ما ينفعش ان الخلايا دي وانس ان هي
ماتت مثلا، فانا ايه خلاص مش هقدر ان انا ارجعها تاني، او مش هنقدر ننقسم تاني ونعوضها زي الخلايا العصبية. ليه؟ لان الوظيفة بتاعتها بتحتم عليها ان هي مش هينفع تنقسم. ماشي، هي خلايا متخصصة ومش هينفع تنقسم. ازاي يعني؟ مثلا هل ينفع ان الخلية العصبية تيجي تقول آه والله انا هاخد ايه اجازة كده، ان انا ايه آه بحيث ان انا ادخل في مرحلة الانترفيس بتاعتي عشان اجهز نفسي ان انا انقسم؟ طبعا ده ما ينفعش ابدا، ما ينفعش خالص انه الخلية العصبية تعمل كده، لان الخلية العصبية ما ينفعش تقف اصلا، يعني وظيفتها تقف لعدة ساعات عشان تدخل لي في انقسام. طب انا كده يعني ده كده ايه، ده حاجة خطر جدا خلاص. ده غير بقى انه الخلايا العصبية نفسها في ما بينها حاجة اسمها سينابسس او تشابكات عصبية، ودي مهمة جدا جدا، ولو حصل انقسام او حصل تكاثر في هذه الخلايا هيلخبط لي نظام الايه الجهاز العصبي بتاعنا كله. خلاص كده، جميل جدا. طيب بيقول لي انه احنا عندنا من 50 ل70 بليون خلية في جسمنا بيحصل لها دس أو بتموت في اليوم. وعشان نحافظ على التوازن ما بين الخلايا اللي بتنقسم أو التكاثر بتاع الخلايا وما بين الخلايا اللي بتموت، فبيبقى تقريبا عدد الخلايا اللي بيحصل لها أو عدد الخلايا اللي ناتجة عن البروليفريشن بيبقى قد عدد الخلايا اللي بتموت عشان يحصل توازن أو يحصل بالانس. طب نتخيل كده مثلا لو الخلايا اللي بتموت أكتر من الخلايا الناتجة عن البروليفريشن، هيحصل ايه؟ هيحصل حاجة اسمها اتروفي او ضمور في هذا العضو، لان العضو دوت عمال الخلايا بتاعته تموت تموت تموت، فبالتالي ده حجم العضو ده بيقل، يعني بيحصل فيه اتروفي. خلاص دي حاجة. الحاجة التانية لو كان العكس، لو الخلايا بتتكاثر اكتر ما بتموت، فهنا الخلايا اتجننت وعمالة تتكاثر كتير، وعدد الخلايا بتاعتي اكتر من اللازم واكتر من الخلايا اللي بتموت، مش عارفين نعوض ده، فده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي كانسر او بيعمل لي ورم. خلاص جميل جدا. طيب يبقى ده كده بالنسبة للبروليفريشن والديفرنشيشن. طيب انواع الخلايا according لقدرتها على البروليفريشن، انواع الخلايا بيكون ايه؟ الخلايا في جسمنا عموما عندي 3 حاجات، اما تكون ستاتيك، اما تكون ستيبل، اما تكون لابايل. ستاتيك يعني ايه؟ ستاتيك دي يعني ثابته. ثابته يعني ايه؟ يعني ما مش بتنقسم خالص، ثابته على مبدأها ان هي مش بتنقسم خالص، زي الخلايا العصبيه وزي خلايا القلب، ودي اللي احنا قلنا عليها بتدخل في الجي او فيز بيرمننتلي، بتدخل وما بتطلعش، عشان كده قالك انه النوع ده اللي هو البيرمننت او النون ديفايدنج الثابته الاستاتيك. طيب نيجي للنوع التاني اللي هي بيقول عليها ستيبل. ستيبل او اللي هي المستقره، المستقره ديت اللي هي ايه؟ اللي هي بتدخل في الجي او فيز بس لفتره مؤقته، بتدخل في الجي او فيز بس ايه لفتره مؤقته، لحين ان احنا بقى نحتاجها، وساعتها هتجيلها اشاره وتبتدي ان هي ترجع في السيل سايكل تاني. زي ايه؟ زي الليفر سيلز. الليفر لو حصل فيه تيومر ولا حاجة وشلناه، ده كده بيدي اشارة للسيلز بتاعته ان هي ترجع للجي وان فيز وتدخل يعني وتنقسم كده. زي مثلا اليوترس، خلاص السموز ماسل فايبرز بتاعة اليوترس، اليوترس او الرحم، هل هو بيكبر لمجرد ان البيبي بيكبر جواه ولا عشان ايه؟ قالك لا، مش بس مجرد حجم الخلايا بيكبر، لا ده هو اصلا بيكبر عشان عدد الخلايا نفسه بيزيد نتيجة انه وجود البيبي دوت عمل استيمولس للرحم انه الخلايا ترجع تنقسم تاني. خلاص يبقى دي كده النوع التاني اللي هو الايه الستيبل، الخلايا الستيبل، وليها اسم تاني اسمها ايه؟ كويسنت. خلاص ممكن تيجي في سؤال باسم كويسنت ده. جميل. طيب النوع الثالث اللي هو الليبايل او اللي هي الغير مستقره القابله للتغيير او التجدد، اللي هي الخلايا العاديه بتاعتنا اللي هي بقى على طول بتتجدد وبيحصل لها رينيوال وبتنقسم كتير، وبنقول انه الخلايا دي كمان هي بتنقسم كتير ليه؟ علشان هي اللايف سبان او عمرها الافتراضي قصير، يعني زي مثلا خلايا الدم الحمراء عمرها 120 يوم. طيب بتعجز وبتموت،
طب انا يعني هعوض ده ازاي؟ هعوض ده عن طريق الانقسام، عن طريق البروليفريشن، فهي على طول بتنقسم. خلاص، يبقى اللي هي اللي وايلد ديت اللي هي دايما ايه يعني غير مستقرة، زي خلايا الدم بتاعتنا، زي مثلا خلايا الاسكن، مش بيبقى الخلايا السطحية على طول بتقع ماشي، زي خلايا المبطنة للجهاز الهضمي على طول بيحصل لها شيدنج او بتقع، فبتنقسم وتتجدد. جميل، حلو قوي. يبقى انا دلوقتي مشكلة برضو الوايلد سيلز ديت، يعني هي حلوة وكل حاجة ان هي بتجدد نفسها وبتعوض اللي بيموت منها على طول، لكن الموضوع ده سلاح ذو حدين، لان دي اكتر نوع اتريسك ان هو يحصل له كانسر، علشان هي على طول بتنقسم. خلاص، فهتلاقينا دايما بنسمع مثلا عن اللوكيميا ماشي، هتلاقينا دايما بنسمع عن الكولون كانسر، عشان خلايا الدم دي خلايا لبايل وعلى طول بتنقسم، فعرضة اكتر ان هي تتجنن، غير مثلا انه هل احنا بنسمع عن ماسل كانسر؟ لا، مش دايما، لان دي مش خلايا لبايل. خلاص، فدي حاجة انه هي اتريسك اكتر انه يحصل فيها كانسر عن اي نوع تاني من الخلايا. ده غير طبعا ان الناس اللي دول لما يجيلهم كانسر بياخدوا الكيمو ثيرابي او الكيماوي، والكيماوي دوت مش بس بيدمر الخلايا السرطانية، لا ده بيدمر كمان او بيوقف انقسام الخلايا الطبيعية كمان، فهو بيوقف انقسام كل اللي بايل سيلز ماشي. فعشان كده الناس دول مثلا هتلاقيهم البلاد سيلز بتاعتهم قليلة، فبالتالي مناعتهم واقعة. خلاص، هتلاقي مثلا الخلايا بتاعة الجلد والشعر اتأثرت، فشعرهم بيقع، هتلاقيهم معاهم نوزيا وفوميتنج على طول، عشان ها خلايا الجهاز الهضمي بتاعتهم اتأثرت. تمام، كل ده حلو اوي. طيب، يبقى زي ما احنا قلنا، الخلايا الستاتيك اللي هي بتروح على الجي او فيز وبتفضل بيرمننتلي ما بتنقسمش، لكن الخلايا اللي بتروح على الجي او فيز ولما بيجي لها اشاره بترجع، يعني الموضوع ده تمبرري ان هي في الجي او فيز تمبرري، يبقى دي الستيبل. لكن اللي ماشيه معانا في السايكل بتاعتنا عادي جدا، دي الخلايا اللي بتنقسم عادي اللي هي اللي باي. جميل، طيب الخلايا اللي بتنقسم دي او اللي بيحصل لها تجدد، يعني بتيجي منين؟ يعني هي عماله تتكاثر، مصدرها بقى من فين؟ من الخلايا الجذعيه، الخلايا الجذعيه او اللي هي الستام سيلز، اللي هي برضو يعني في الطب الحديث بيحاولوا ان هم يحلوا بيها مشاكل كتير او امراض كتير دلوقتي. المهم، الستام سيلز ديت عباره عن ايه؟ احنا قلناها في اول المحاضره خالص من شويه، اللي هو ايه، انه عندي في قلنا في تعريف الديفرنشيشن ان هو في خلايا بتبقى غير متخصصه unspecialized، بتتحول لخلايا تانية مختلفة متخصصة اللي هي specialized. ال unspecialized أو الغير متخصصة دي هي دي ال stem cells ماشي. يبقى ال stem cells عبارة عن خلايا unspecialized بيحصل لها proliferation and differentiation تديني specialized cells. طيب، هل كل خلايا بتنقسم وتتكاثر هتديني هي عبارة عن stem cells؟ لا، احنا قلنا ليها خصائص معينة، هي منبع ومصدر كل الخلايا بتاعتي، بس هي ليها خصائص معينة. ايه الخصائص بتاعتها؟ حاجتين. الحاجة ال ماشي، عندنا حاجتين، حاجة اسمها self renewal وحاجة اسمها potency. self renewal و potency. البوتنسي اللي احنا عارفينها ان هي قدرتها ان هي تديني خلايا مختلفة متخصصة، تديني خلايا جلد، خلايا دم، سموز ماسل فايبرز، نيورونز، فات سيلز، ماشي، جاميتس، ايميون سيلز، بون سيلز، وهكذا. لكن يبقى دي كده البوتنسي ان هي تو ديفرنشيت وتديني ديفرنت سيل تايبس. السيلف رينيوال دي بقى هي الحاجه اللي بتميزها، السيلف رينيوال ان هي تنقسم هي ذات نفسها علشان تمنتين الاندفرنشيتد ستيت. يعني ايه؟ يعني تنقسم وتديني خلايا جذعية تانية. طب هي بتعمل كده ليه؟ علشان اقدر ان انا احافظ على الخلايا بتاعتي، او كأنه حاجة كده زي ايه، زي احتياطي. ما هي بالنسبة لي الخلايا الجذعية دي هي منبع او مصدر كل الخلايا بتاعت جسمي، فانا لو هي فضلت ان هي تعمل
تنقسم وتديني خلايا مختلفة، بس ما ادتني يعني ما انقسمتش وادتني خلايا جذعية تانية. فلو هي حصل فيها مشكلة كده مش هقدر ان انا بقى ايه، الخلايا اللي هي بتتجدد مش هتقدر ان هي تتجدد تاني. ماشي، جميل قوي. الانقسام بتاعها ده بيسموه اسيمتريك مايتوزس، علشان هي بتديني خلايا مختلفة غير ان هي بتديني نفسها، لا بتديني خلايا مختلفة، ده اسمه اسيمتريك مايتوزس. يبقى اهم حاجة في ال في الستم سيلز هي خلايا بتنقسم وبتديني خلايا تانية مختلفة، ولكن اهم حاجة فيها ان هي بتحاول ان هي تمنتين الاندفرنشيتد ستيت عن طريق الايه، السيلف رينيول. تمام كده، يبقى السيلف رينيول اند بوتنسي ذيس ار ذا الايه البروبرتيز بتاعت الخلايا الجذعية او الستم سيلز. نيجي بقى لحاجة اسمها امبريوجينيسيس. امبريوجينيسيس ديت احنا هنتكلم عليها ليه، علشان عايزين نتكلم عن انواع الخلايا الجذعية. بس عشان نعرف نتكلم على انواعها فاحنا محتاجين يعني ايه، نبص على الموضوع من البداية خالص، خلاص من اول ما البيبي كان بيتكون، علشان في خلايا جذعية كانت موجودة في الوقت ده، هي اللي طلعت لي بقى ايه خلايا جسمنا. فنبتدي بأول حاجة، انه البويضة حصل لها تخصيب من الحيوان المنوي وطلعت لي الزيجوت. الزيجوت ده بيبتدي ينقسم يديني اتنين، بعد كده يديني مش عارف بقى، كل واحدة فيهم تقعد تنقسم 8 و16 و32 والأرقام دي يعني. المهم ان هي بتديني حاجة اسمها الماريولا، او اللي احنا كنا بنقول عليها التوتية في ثانوي. خلاص، وبعد كده بيتكون لي البلاستوسيست، في كده شوية خلايا وبتاع. المهم انه في الجزء ده اسمه الانر سيلماس، الانر سيلماس او السيلماس اللي جوه. الانر سيلماس ديت بتطلع او بتديني 3 انواع من الخلايا، خلايا اسمها الاكتوديرم، ودي اندوديرم، ودي الميزوديرم. وساعتها الجنين بيبقى مكون عندي من 3 انواع من الطبقات. خلاص، عشان كده بيسموه الترايلامينر، ان هو بيتكون من 3 خلايا، من 3 قصدي طبقات، الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم. وكل نوع من دول بيديني انواع مختلفه من الخلايا. يعني مثلا الاكتوديرم ده تقريبا كان بيدينا السكن، الاندوديرم دوت كان بيدينا خلايا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. ماشي، الميزوديرم مش عارف بيدينا الكولاجين مش عارفه ايه، يعني كل واحد من دول بيديني حاجه. جميل، حلو قوي. فدي كده، دي كده المفروض ان هي ايه اللي انا بقولها ديت، دي كده ستيم سيلز او خلايا جذعيه خلاص من البدايه خالص. وهنقول الانواع دي كلها دلوقتي حالا. ادي الانواع، ادي الانواع اهي. عندي توتي بوتنت ستيم سيلز، بلوري بوتنت ستيم سيلز، مولتي بوتنت ستيم سيلز، اند يوني بوتنت ستيم سيلز. كل واحده منهم كده ايه بالراحه، واحده واحده. اول حاجه التوتي بوتنت ستيم سيلز، هي سيلز اللي هي كانت موجودة من البداية خالص، اللي هي السيلز بتاعت الفيرتلايزد اوفم او البويضة المخصبة اللي عملت لي الماريولا او التوتية. دي الستيم سيلز اللي بتكون لي حاجة اسمها كومبليت اورجانيزم. ايه الكومبليت اورجانيزم ده؟ الجنين؟ لا، ده الجنين بالحاجات بتاعته، بالاكسسوارز بتاعته، الجنين بالمشيمة، بالحبل السري، كل ده بتكونه لي الايه، التوتي بوتنت، التوتي بوتنت ستيم سيلز. هو ده الكومبليت اورجانيزم. هي اسمها توتي بوتنت، يبقى نحفظ ان هي ايه، التوتيه، الخلايا بتاعت التوتيه، توتي توتيه. ماشي، يبقى التوتي بوتنت هي الخلايا اللي جايه لي من الفيرتلايزد اوفن، اللي هي بتعمل لي كل انواع الخلايا بتاعتنا وبتدينا كومبليت اورجانيزم. نيجي بقى للنوع التاني اللي هو البلوري بوتنت. كلمة بلوري يعني كتير، خلاص. ودي بتديني او دي هي يعني جاية لي من الثلاث انواع بتوعنا، او الجيرم سيل لايرز اللي هما جايين من الانر سيل ماس اللي هي في البلاستوسيست، اللي هما الثلاثة بتوعنا بقى، الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم. ماشي كده، يبقى هي جاية لي من الانر سيل ماس، وهي عبارة عن خلايا بتاعت
الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم اللي هي بعد كده بتدفرنشيت وتديني ايه خلايا الجسم. يبقى الديرفاتيفز او مشتقات او الحاجات اللي هتطلع من الثلاث طبقات دول دي ناتجة عن ايه، عن هذه الستيم سيلز او هذا النوع من الستيم سيلز اللي بيسموه البلوريبوتنت، اللي بيديني كل انواع السيلز اللي في جسمنا. ماشي حلو. طيب نيجي بقى ليه النوع الثالث الا وهو المالتي بوتنت. المالتي بوتنت دوت بيديني خلايا من نفس العيلة. ماشي، يعني بي 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 بيدفرنشيت عشان يديني خلايا من نفس العيلة closely related family، ايا كان بقى اللي انا بتكلم عليه ده اكتو ولا ميزو ولا اندو، بس المهم انه من نفس العيلة. يعني زي مثلا الهيماتوبويتيك ستيم سيلز اللي هي بقى ايه الخلايا اللي بتديني كرة الدم الحمراء والبيضة والصفائح، دي حاجات كلها من نفس العيلة خلاص، فعيلة بقى عيلة كرات الدم. جميل جدا. طيب نيجي لاخر نوع اللي هو اليوني بوتنت، ومن الاسم كده يوني يعني حاجه واحده، يبقى single type of cells، يبقى هي خليه متخصصه ان هي تديني نوع واحد بس من الخلايا. زي مثلا خلايا الجلد بيبقى فيه خلايا كده في الطبقه اللي تحت بتديني بقى الخلايا اللي ايه اللي فوق كلها، او بتبتدي ان هي تتميز وتديني الخلايا اللي فوق خلاص. جميل. يبقى زي ما احنا قلنا، مش يبقى ده معناه ان انا مش هقول على الستيم سيل، مش هقول قصدي على الخلايا اللي بتنقسم عموما ان هي ستيم سيلز. يعني زي ما احنا قلنا ما ينفعش اقول على الليفر سيلز ستيم سيلز ان هي بتنقسم وتديني سيلز شبهها، لكن الفرق هنا انه الستيم سيلز بيحصل لها سيلف رينيول، ان هي بتديني بتبقى ديفرنشيتد لخلايا مختلفه، وفي نفس الوقت بتمنتين الاندفرنشيتد ستيت بان هي تعمل ايه سيلف رينيول وتديني خلايا شبهها بالظبط ستيم سيلز ثانيه خلاص. طيب يبقى احنا دلوقتي الـ عندي خلايا بتديني الجنين بالحاجات بتاعته اللي هو الكومبليت اورجانيزم، وخلايا بتديني الجنين بس من غير الحاجه بتاعته اللي هي الايه، ها اللي هي البلوريبوتنت، بتديني الثلاث طبقات بتاعه الجنين بس ما بتدينيش لا المشيمه ولا الحبل السوري، وخلايا بتديني يعني خلايا او بتدفرنشيت للخلايا من نفس العيله، وخلايا بتديني نوع واحد بس من الخلايا. يعني هو كانه سلم، الجنين بالحاجه بتاعته، الجنين من غير الحاجه بتاعته، بعد كده خلايا عيله واحده، بعد كده خلايا نوع واحد خلاص. يبقى كده ايه كاننا بنحفظهم بترتيبهم، يعني التوتي والبلوري والمالتي واليوني. تمام، يبقى دي كده انواع الايه، انواع الخلايا الجذعيه بتاعتنا. ماشي جميل جدا. نيجي بعد كده، طيب الخلايا الجذعية دي احنا قلنا من شوية ان احنا بنحاول نستخدمها في الطب الحديث ان احنا نعالج بيها بعض الامراض. طيب احنا اصلا بنجيبها منين؟ ايه السورسز بتاعتها؟ قالك والله انا عندي سورسز كتيرة، عندي يا اما تكون امبريونيك يا اما ادلت يا اما امنيوتك يا اما امبريكال كورد. اول حاجة امبريونيك، امبريونيك اللي هي امبريونيك من الجنين او من الامبريو خلاص. ازاي؟ باخدها من الانر سيل ماس، باخدها من الانر سيل ماس، والانر سيل ماس احنا قلنا ان دي خلايا ايه، ها بلوريبوتنت. بلوريبوتنت بتديني كل انواع السيلز، اكتوديرمال ميزوديرمال او اندوديرمال. ماشي جميل. مشكله المصدر ده او السورس ده ايه، حاجه اسمها ethical restriction. يعني ايه ethical restriction او يعني ايه التحديد الاخلاقي؟ يعني احنا بنعمل ايه علشان نجيب الخلايا دي من الانر سيل ماس؟ اولا بنجيبها وبنحطها في ظروف شبه الظروف اللي جوه الجسم خلاص، يعني بنحاول نقلد خلقه ربنا يعني، وبنديها اشاره حسب الاورجن اللي احنا عايزينه عشان تبتدي ان هي تبروليفريت بما انها موجوده في بيئه شبه بيئه الجسم، وبعد كده بنحقنها في الجسم. ماشي، بنحقنها في الجسم. يعني مثلا حد عنده مشكله في حد مثلا عنده السكر واحنا عايزين
نجرب الحوار دوت مع خلايا البنكرياس. فنقوم جايبين خلايا بنكرياس وحط خلايا قصدي جذعية وحاطينها في بيئة مناسبة خلاص شبه بيئة الجسم، وادينا لها إشارة إن هي تنقسم وتبروليفريت، وبعدين حقنها في الجسم عشان تبروليفريت وكده وتعمل يعني الوظيفة بتاعتها. طب لو احنا فشلنا في حوار ان احنا نديها إشارة ان هي تنقسم انقسام عادي ماشي، فهتخش الجسم وهتعمل هتنقسم انقسام لأي نوع تاني من الخلايا وتعمل لي في الآخر كانسر. فدي حاجة. الحاجة التانية احنا اصلا بنجيبها ازاي؟ يعني انا يعني احنا دلوقتي قلنا احنا بنحطها في بيئة مناسبة وبعدين بنحقنها في الجسم تاني. طب احنا بنجيبها ازاي؟ بنجيبها قالك عن طريق حاجة اسمها in vitro fertilization. عارفين اطفال الانابيب لما مش بينفع ان يكون في حمل طبيعي، فبنقول للزوج والزوجة ان احنا هنجيب بويضات من الزوجة وحيوانات منوية من الزوج ونحطهم في بيئة مناسبة، ولما يحصل تخصيب بنجيب الزيجوتات اللي نتجت ديت وندخلها تاني في الرحم. طيب لقينا فرصة حدوث انه ان او الزيجوتس اللي اتكونت مثلا كانوا 3، فالست قالت مثلا عايزة واحد بس، فخلاص بناخد واحد من الزيادة دول، وأصبح أنا بيتكون عندي جنين بخلايا ومش عارفة ايه وكده فبناخده. مشكلة الموضوع دوت انه في عليه جدل في الأديان كلها ايا كانت الديانة الإسلام أو مسيحية أو يهودية أو أي حاجة، بيقولك انه يعني ايه هما مختلفين. الروح بتتكون، قالك الروح بتتكون وقت التخصيب، في ديانات قالك في أول أسبوعين وهكذا. فالموضوع ده خلى الأبحاث تقف وحصل ايه restriction. المهم يعني فكنا من كل ده، المهم انه فيه انه ده ايه عليه ethical restriction هذا النوع اللي هو الايه الامبريونيك. النوع التاني اللي هو الادلت او السورس التاني يعني اللي هو الادلت اللي هو من الايه من ال يعني من الادلت دوت بالنسبة لنا هنا يعني ان هو من بعد ما يتولد خلاص لحد بقى ما يبقى كبير وكده. فالادلت دوت الخلايا الجذعية اللي هي الادلت ديت بيبقى نوعها مالتي بوتنت، واحنا قلنا مالتي بوتنت دوت هو بيديني كل انواع السيلز عادي، بس سيلز ايه من نفس العيلة يعني. فالسيلز ديت بتبقى يعني ايه اللي خلاها ستيم سيلز موجودة لحد ما يكبر ويتولد وكده؟ قالك دي فضلت موجودة عشان لو احتاجناها خلاص، دي اللي هي الخلايا بقى اللي هي ايه يجيلها اشارة لو احتاجناها ان هي تنقسم وتديفرنشيت. زي خلايا ايه اشهر حاجة بنستخدمها في الحوار ده هي خلايا البون مارو او خلايا النخاع. بناخد خلايا النخاع وان ايه ونزرعها يعني ماشي، بناخدها من حد ونعمل زرع نخاع وكده يعني، دي بتتعمل دلوقتي كتير. نيجي بقى للسورس التالت اللي هو الامنيوتك فلود، وده اللي هو السائل اللي هو حوالين البيبي بيبقى فيه خلايا. بيقول لك الخلايا دي جت منين؟ الخلايا دي جت من الشادنج بتاع الخلايا من البيبي نفسه او الخلايا اللي هي بتقع يعني في الفلود دوت. فدي بنبقى عادي بنبقى مش عايزينها يعني. بنجيب الكلام دوت ازاي؟ قال لك ما هو اثناء حمل الام بناخد عينه والعينه دي بتعكس صحه الايه الجنين، بنطمن بيها على الجنين يعني، وفي نفس الوقت احنا خلاص هنعمل بيها ايه مش عايزينها. فقال لك في بعض الدول العينه دي بتحفظ باسم الجنين دوت في بنك كده عشان لو احتاجها لما يكبر، لو حصل له مشاكل لما يكبر. دي بيبقى نوعها مالتي بوتنت ماشي، يبقى نوعها ايه مالتي بوتنت. جميل. اخر نوع اللي هو بتاع الامبيريكال كورد دوت، الامبيريكال كورد او الحبل السري بيبقى معاه اوعيه دمويه كده ماشيه معاه. فالبيبي لما بيتولد احنا الحبل السري ده بنقطعه ما بنبقاش عايزينه، بس قبل ما نرميه بندخل السرنجه، بندخل السرنجه في الايه في الاوعيه الدمويه ديت اللي هي ماشيه معاه، ونسحب بيها شويه خلايا، والخلايا دي بيبقى نوعها بلوري بوتنت. بلوري بوتنت خلاص، بلوري بوتنت اللي هي جايه من الانر سيل ماس خلاص. يبقى انا دلوقتي عندي السورسز بتاعتي كالاتي: امبريونيك ماشي ودي بتبقى بلوري بوتنت، ادلت ودي بتبقى مالتي بوتنت، امنيوتك ودي بتبقى مالتي بوتنت،
امبلكال كورد ودي بتبقى بلوري بوتنت، يبقى الاتنين اللي بحرف الايه مالتي بوتنت. خلاص دي كده السورسز بتاعت الستم سيلز او بتاعت الخلايا الجذعية. طيب نيجي بقى بعد كده نبدأ في يعني اتكلمنا خلاص بما فيه الكفاية بقى عن دورة حياة الخلية وازاي الخلية بتتكاثر وبتعيش وكده. عايزين بقى ايه نهاية دورة حياتها، ان هي هتموت زي اي حاجة وزي البني ادمين حتى، خلاص بتعيش وبتتولد وبتتولد وبتعيش وبتتكاثر وبعدين في النهاية بتموت. فهنشوف بقى ايه اللي بيحصل في السدس وازاي بيحصل السدس. الخلية زي اي كائن على الكوكب او زي الانسان حتى بتتعرض لسترس. طيب بتتعامل ازاي مع الاسترس اللي بتتعرض له ده؟ يا اما هو استرس بسيط فبتتأقلم معاه بتعمل ادابتيشن، او لو الاسترس زاد عن حده يحصل سيل انجري، الخلية دي ايه تتعب. طيب لو استمر الاسترس الزايد عن الحد ده اللي الخلية مش قادرة تتحمله، فساعتها الخلية ان هي هتفكر ان هي هتفكر في الموت وهتموت. طيب الموت يا اما يكون عندي، بيكون يعني مثلا موت الانسان يا اما بيموت ايه مقتول او منتحر. فانا عندي الخلية برضو في كده ايه الموت المرضي وموت الايه الانتحار، اللي هو الخلية حرفيا بتجهز لموتها والانتحار. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين بالظبط كده زي الفرق ما بين اللمبة لما بتتحرق، يا اما بتتحرق بس بتفضل سليمة من بره والإزاز بتاعها سليم، فهي الدنيا من حواليها بتبقى تمام، ما فيش غيرها بس هي اللي باظت او اللي هي اتدمرت، لكن ايه الدنيا حواليها تمام. لكن النكروزس لا، النكروزس ده ايه الإزاز بيتكسر والدنيا بتولع وبتتبهدل من حوالينا. فده الفرق بين الأبوبتوزس والنكروزس بالظبط، اللي هو انا الخلية لما بتنتحر او بتعمل أبوبتوزس بتنتحر في سلام من غير ما تعمل اي مشاكل حواليها، على عكس النكروزس دوت المشاكل ايه يعني بتنتشر حواليه اكتر. طيب ايه اللي بيحصل؟ كلمة نكروزز معناها act of killing، killing القتل. خلاص طيب ايه بقى ايه موضوع بقى الايه الموت العرضي ده او الاكسيدنتال ديس او اللي هو النكروزز ده؟ قالك ده بيكون باثولوجيكال ديس، بيكون سببه ان الخلية تعرضت لستريس فظيع قوي قتلها حرفيا. الاسترس دوت زي ايه؟ زي مثلا الهايبوكسيا. الهايبوكسيا انه نقص الاكسجين، الاكسجين قليل فالخلية مش عارفة تتنفس فبتموت، او ان هي تعرضت لاشعاع دمرها، او تعرضت لباثوجين زي الفيروسز مثلا، ماشي حاجة شريرة كده. طيب ايه اللي بيحصل في النكروزس ده؟ بيحصل 4 حاجات مهمة. اول حاجة بيحصل دامج للسيل ميمبرين، لغشاء الخلية، غشاء الخلية بيتدمر. وإيه كمان بيتدمر؟ الأورجانيلز، الأورجانيلز اللي جوه الخلية أو عضيات الخلية بتتدمر. إيه كمان؟ البروتينات، ودي حاجة مهمة في الخلية، البروتينات بيحصل لها ديناتشوريشن وبتتدمر، أو حاجة اسمها كواجيليشن تتجلط وتلزق في بعض. فهي برضو لما بيحصل لها كواجيليشن على فكرة ما بيبقاش ليها لازمة. طيب إيه كمان برضو بيحصل؟ انه الدمار ده بينتشر من حوالينا اكتر، وبيحصل ايه ها انفلاميشن نتيجة انه المكونات بتاعة الخلية طلعت على بره. انا رسم السهم غلط. المكونات، ما هي الخلية خلاص السيل ميمبرين او غشاء الخلية بتاعنا خلاص اتدمر، فاذا مكونات الخلية بتاعتنا هتطلع على بره وتعمل حوالينا ايه انفلاميشن او التهاب. خلاص كده جميل جدا. يبقى ده كده بالنسبة للنكروزس. يبقى النكروزس ده حاجة باثولوجيكال، نتيجة مرض مش الجسم هو اللي بيعملها، نتيجة مثلا الهايبوكسيا، نتيجة الإراديشن، نتيجة باثوجين زي الفيروس. بيحصل دامج في السيل ميمبرين، دامج للأورجانيلز، ديناتوريشن للبروتينز، وإنفلاميشن نتيجة المكونات اللي طلعت على بره. الابوبتوزس او اللي بيسموه البروجرامد سيل ديث اللي هو الموت المنظم للخليه، وده بيبقى حاجه فيسيولوجيكال، وده جبنا سيرته قبل كده فاكرين كنا بنقول ايه، بنقول انه لما بيكون عندي مثلا جبنا سيرته في التشيك بوينت بتاعه الدي ان اي دامج، وقلنا ان انا بيبقى عندي جينات، الجينات ديت مسؤوله عن تكوين بروتينات زي بروتين اللي هو بي 53،
ده البروتين دوت مسؤول عن ان هو يشوف لي الدي ان ايه حاصل فيه دامج ولا لا، سواء بقى في الجي 1 او الاس او الجي 2 فيز. لو لقيت دامج بوقف السيل سايكل وبعمل ريبير، لو ما نفعش الريبير ساعتها بعمل ايه، ابوبتوزس او بخلي الخلايا تنتحر. لو في طفرة في هذا الجين ساعتها مفيش حاجة تقدر توقف السيل ديت، السيل سايكل ديت، وبالتالي ممكن خلاص بت ايه بت بتعمل كانسر. احنا قلنا يا تنتن يا تنتن، تنتحر ابوبتوزس وده حاجة فيسيولوجيكال، او تنحرف ده كانسر ده حاجة مش فيسيولوجيكال. يبقى طيب قالك ده بيقولك ايه بيحصل نتيجة ان في نتيجة الجينات بتاعتي بيحصل انه الميتوكوندريا بتفقد الفانكشن بتاعتها وبتفقد المكونات اللي جواها بتطلع على بره، وبيحصل ايه الابوبتوزس دوت او انتحار الخلية دي او السيل ديس دوت. جميل، يبقى ده الابوبتوزس البروجرام ديس فيسيولوجيكال نتيجة ان الايه الميتوكوندريا فقدت الفانكشن بتاعتها. طيب نيجي بعد كده الابوبتوزس دوت في منه انواع، في منه انواع زي ما هنقول دلوقتي، في منه نوعين هنتكلم عليهم اللي هما الامبريولوجيكال بيحصل وقت الايه وقت الجنين الجنين سوري، او بعد ما بيتولد لما بيكون ادلت. بس قبل بس ما نخش على الحتة دي عايزة اتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي ايه، اللي هي انه عشان الخلية تموت فده معناه انه الاشارات النيجاتيف اللي جاية لها اكتر من الاشارات البوزيتيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا علشان الخلية تفضل تمام وعايشة ومستقرة وتعمل الوظيفة بتاعتها فبيبقى فيه زي بالانس ما بين ال positive signals أو الإشارات الإيجابية وال negative signals أو الإشارات السلبية. زي بالظبط كده لما حد عنده بيجيله طاقة إيجابية من بعض الناس وطاقة سلبية من بعض الناس، دول بيشجعوه ودول بيحبطوه، فهنا في بالانس ما بين الاتنين بيخلي الإنسان ده بيتعايش عادي ما عندوش أي مشكلة. لكن هنا بقى هنا عندنا في الخلية ال positive signals بتجيلنا من الاكسترا سيلر فلويد والخلايا التانية الخلايا اللي جنبها. خلاص، يبقى الخلايا اللي جنبها بتشجعها وبتدعمها، والاكسترا سيلر فلويد كمان، فالحاجات دي بتشجعها وبتقول احنا عايزينك واحنا محتاجينك وما تموتيش وكده. لكن النيجاتيف سيجنالز خلاص اللي بتيجي بتحفز حدوث الابوبتوزس. خلاص هنعرف ايه السيجنالز اللي ايه اللي بتقول الخلايا ان احنا مش عايزينك روحي موتي وبتاع، ده بيحصل امتى؟ هنقول دلوقتي حالا. طيب المهم ان الخلايا عشان تعيش عادي يبقى في بالانس ما بين الاثنين. حلو، طيب احنا قلنا الابوبتوزس في منه امبريولوجيكال وفي منه وقت الادلت. الادلت دوت اللي هو بعد ما يتولد لحد هو كبير. بقى نيجي الامبريولوجيكال. الامبريولوجيكال دوت بيحصل عشان نشيل الخلايا اللي هي ما عندهاش فانكشن، اللي هي خلاص هيكبر الطفل ده وهو مش محتاجها. خلاص ال excess cells، removal of excess cells، الخلايا الزيادة، بيكون أثناء تشكيل الأعضاء أو اللي هو المورفوجينيسيس و determination of organ size اللي هو تحديد حجم العضو أو الأورجن. يعني مثلا العضو دوت كبر قوي بس أنا عايزة أحدد إن هو السايز بتاعه ما يزيدش عن هذا الحجم، حجم معين، فخلاص بيحصل ايه ابوبتوزس للخلايا الزياده للسيلز الزياده. او زي هنا مثلا في دي انه واحنا صغيرين او واحنا في بطن مامتنا بيبقى الصوابع في ما بينها زي ويب كده. الويب ديت المفروض ان هي ما بتبقاش موجوده، الصوابع المفروض ان هي بتبقى منفصله عن بعض لان احنا مش بطن. خلاص، فالسيلز اللي احنا مش محتاجينها او اللي هي ما عندهاش فانكشن ديت الاكسس سيلز ديت بيحصل لها المفروض ابوبتوزس. فهنا لو حد لقيت عنده صوابع لازقه في بعض فده معناه ان هو حصل له incomplete apoptosis، انه ايه عمليه الابوبتوزس عنده ما كملتش. خلاص، فبالتالي مثلا الصبعين دول لازقين في بعض لكن حصل ابوبتوزس ما بين الصوابع المنفصله. خلاص كده، طيب دي حاجه، يبقى ده كده وقت اللي هو الامبريولوجيكال. طيب ابوبتوزس وقت الادلت اللي هو بعد ما يتولد الطفل دوت، عندي 3 حاجات، يا اما بيكون هرمون ديبندنت ماشي، او during the cell cycle، او معمول عشان نحافظ على الكونستنت نمبر اوف سيلز. يعني ايه؟
واحدة واحدة. أول حاجة الهرمون دوت معناه إيه؟ معناه إن بقاء الخلايا دي حية بيعتمد على مستوى الهرمون اللي عندي. يعني الخلايا دي هتموت لما مثلا الهرمون الفلاني يقل يقع. زي ايه؟ زي مثلا الانفلوشن بتاع الاندوميتريوم وقت الدورة الشهرية بتاع البنت، او وقت المنسترو سايكل، الخلايا بتاعت الاندوميتريوم ديت بيحصلها ايه؟ شيدنج، او بتقع. امتى؟ لما يقع الاستروجين والبروجستيرون، لما الاتنين دول ايه مستواهم يبقى قليل جدا. خلاص دي حاجة. مثال تاني افتر وينينج، بعد ما الطفل خلاص بيتفطم، فهو المفروض وقت الرضاعة اللاكتيتنج وومن ديت بتبقى الثدي بتاعها بيبقى كبير جدا، فعايزين بقى ايه نرجع بقى زي ما كنا، فبيحصل ابوبتوزس للسيلز الزيادة وبتموت الخلايا الزيادة. خلاص الحاجة التالتة في الراجل بقى الاولد ايج، لما بيقل عنده هرمون التستوستيرون بيقع، فبيحصل ابوبتوزس لخلايا البروستات، خلايا البروستاتا. ماشي، يبقى دي التلات حاجات بتوع الايه اللي هو لما بيقع الهرمون الفلاني خلاص، يعني مثلا استروجين وبروجستيرون والبرولاكتين، لما يقعوا ساعتها بيحصل شيدنج للاندوميتريوم، بيرجع البريست لحجمه الطبيعي. في الراجل لما بيقل التستوستيرون بيحصل ايه ابوبتوزس في البروستات، خلايا البروستات في الاولد ايج. طيب نيجي بعد كده قالك اثناء السيل سايكل تاني حاجه، وده اللي احنا لسه قايلينه من شويه، زي البي 53 في الدي ان ايه دامج، عرفنا نعمل ريبير خير وبركه، ما عرفناش يبقى خلاص ايه ابوبتوزس. ثالث حاجه الكونستنت نمبر، اللي هو الخلايا لما تعجز زي خلايا الدم الحمراء مثلا، او زي خلايا المبطنه للجهاز الهضمي او للامعاء، دي بتموت او بتقع بيحصلها شيدنج لما خلاص ايه عمرها الافتراضي بينتهي. ودي اللي احنا قلنا عليها ان في خلايا تانية ايه بتحل محلها عن طريق ان احنا بننقسم كتير. خلاص يبقى ده كده بالنسبة للأدلت. تمام، جميل جدا. يبقى ده الابوبتوزس امبيرولوجيكال وأدلت. امبيرولوجيكال بيحصل علشان نتخلص من الايه من الاكسس سيلز، والأدلت يا اما يكون هرمون ديبندنت، يا اما يكون وقت السيل سايكل، يا اما يكون عشان نحافظ على الكونستنت نمبر بتاع السيلز. جميل جدا. نيجي بقى لآخر جزئية في المحاضرة دي، ألا وهي المورفولوجيكال فيتشرز بتاعة الأبوبتوزس. اللي بيحصل في الأبوبتوزس بيحصل زي ما بيحصل مع أي حد بينتحر أو بيفكر في الانتحار. بيحصل إيه؟ أول حاجة بيحصل له سوشيال ويزدرول، فبالتالي مش عايز يتعامل مع أي بني آدمين تانيين. بالتالي هنا مثلا قال لك ان الميكروفيلا هتختفي علشان احنا مش عايزين ايه يحصل امتصاص بقى ونتعامل بقى مع الفلود وهكذا. والحاجة التانية ان الجنكشن ما بينها وما بين السيلز التانية هي كمان بتختفي، وده ليه؟ عشان ما ينتشرش الدمار بتاعها للسيلز التانية. ماشي، جميل. خلاص، او الاسترس بتاعنا ما يروحش للسيلز التانية اللي جنبها. طيب يبقى دي حاجة، يبقى كده الماكروفيلا راحت، الجنكشن ما بينها وما بين السيلز التانية راحت. وبالتالي الخلية خلاص طالما هي هتموت يبقى هتوقف شغل، هتنتحر يبقى هتوقف شغل، صح كده؟ فقال لك انه الخلية بيحصل لها ان هي ايه بتنكمش على نفسها، بيحصل لها شرينكج كده، وبتطلع لها البليبس دي، بتطلع لها بروزات كده او زوائد كده في السيل ميمبرين بتاعها، نتيجة انه بيحصل changes في السيتوسكيلتون، فبيحصل تطلع البروزات دي اللي هي بيسموها البلابينج. البلابينج خلاص. طيب وايه كمان ناتج عن ان الخلية وقفت الشغل بتاعها؟ ان الـ DNA بتاعنا بيحصل له بريك داون، بيتكسر كده وبيتجمع عند الايه البريفري بتاع النيوكليوس، نيوكليير بريفري، بيحصل له كولابس كده ويتجمع وخلاص مبقاش شغال. طيب السيل ميمبرين بتاعنا احنا قلنا زي الفرق بين الابوبتوزس والنكروز، زي الفرق بين اللمبه اللي هي ازازها سليم والتانية اللي ازازها اتكسر، صح؟ فهنا السيل ميمبرين بتاعنا في الابوبتوزس ده حاجه فيسيولوجيكال، يبقى السيل ميمبرين هيبقى تمام، مش هيحصل فيه دامج ولا حاجه زي النكروز، بس قالك ممكن يحصل فيه فيزيو كيميكال تشينجز كده
زي مثلا لما احنا كنا بنقول ان البريفرال بروتين بتاعنا اللي هو بيكون ناحية السيتوبلازم غالبا، فدوت مثلا ممكن، لا ده ممكن يبقى ناحية بره، لكن كدامج في السيل ميمبرين لا مفيش دامج في السيل ميمبرين. ماشي. اخر حاجة وقال لك ايه كمان، الاورجانيلز برضو هي كمان بتفضل زي ما هي نورمال في السيتوبلازم، خلاص ممكن يحصل لها كلامبنج او تتجمع كده مع بعض في مجموعات، بس في النهاية هي بتفضل نورمال. بعد كده الابوبتوتيك بوديز اخر مرحلة اللي هو ايه، خلاص بقى كل حاجة من اللي جوه الخلية دي هتنفصل لوحدها، كل اورجانيلز شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا يتحوطوا بجزء من الممبرين ويعملوا لي الابوبتوتيك بوديز اللي هي عبارة عن ايه، ها اورجانيلز متحوط بممبرين او سيتوبلازم متحوط بممبرين، حتة كأن السيلز اتكسرت حتت. وبعدين بتيجي بقى الفاجوسيتك سيلز تبتدي ان هي تاكل الابوبتوتيك بوديز دي، وبكده الخلية تكون ماتت من غير ما تنشر حواليها اي ستريس اي التهاب اي حاجة زي اللي حصل في النكروزس. تمام، جميل جدا. يبقى فرقنا ما بين السيل ديفرنشيشن والسيل بروليفريشن، وقلنا ان البروليفريشن هو زيادة عدد السيلز بالانقسام خلاص، والديفرنشيشن ان هو في ان سبيشاليزد سيلز اللي هي الستيم سيلز بيحصل فيها تغيرات في التركيب وفي الوظيفة تديني خلايا تانية متخصصة خلاص، زي المسل سيلز زي الفات سيلز زي البون سيلز زي البلد سيلز زي النيورون زي الابسيليال سيل بتاع السكن زي الاميون سيل زي الجاميتس وهكذا. نيجي بقى قال لك كده في الايرلي ديفلوبمنت بيبقى عندي رابيد بروليفريشن علشان انا بحتاج سبيشالايزد سيلز كتيره قوي تعمل لي الاورجنز بتاعتنا. وانس ان هي بيحصل لها ديفرنشيشن فالريت بتاع البروليفريشن بيكون اقل، لان في سيلز كتير بتدخل في الجي او فيز زي ما احنا قلنا، يا اما يكون بيرمننت يا اما يكون تمبرري. وقلنا ان في توازن ما بين الايه الدس والبروليفريشن، فده بيحافظ لي على العدد بتاع الخلايا ثابت constant number of cells. وقلنا انه لو المفروض يبقى في هنا توازن ما بين الابوبتوز وما بين البروليفريشن، لو الدس بقى اعلى فيعمل لي اتروفي، لو البروليفريشن هو اللي بقى اعلى يعمل لي كانسر، هايبربليزيا وكانسر، يعني هايبربليزيا لو زياده جامده في عدد السيلز بتقلب بكانسر او بورم. الكلاسيفيكيشن بتاعتنا اكوردنج للابيليتي اوف بروليفريشن ان في سيلز بتبقى ستاتيك او ثابته بيرمننتلي مش بتنقسم نون ديفايدنج سبيشالايزد فانكشن كده بيدخل في الجي او فيز ما بيطلعش منها زي الكارديك موسل فايبرز وزي النيورونز زي ما احنا قلنا. الستيبل سيلز اللي هي الخلايا المستقره اللي بتدخل في الجي او فيز ولكن ممكن ترجع للسيل سايكل تاني زي السموز موسل فايبرز والابيثيليال سيلز بتاعه الليفر خلاص واليوترس و ماشي جميل. قلنا ان هي بتنقسم بترجع للسيل سايكل وتنقسم لما تجيلها اشاره ان احنا محتاجينها، اسمها ليها اسم تاني اسمها كوايسنت سيل. الليبايل سيل اللي هي السيلز الغير مستقره ودي اللي دايما في تجدد وانقسام كونتينوسلي رينيوينج عشان عندها شورت لايف سبان فبتعوض الايه الخلايا اللي بتموت عندها ديت، ماشي كده زي البلاد سيلز وزي الابيثيليال سيلز بتاعت السكن وزي الابيثيليال سيلز اللي بتبطن الجهاز الهضمي. تمام، وطبعا هي بتيجي منين اصلا، بتيجي من الخلايا الجذعيه او من الستام سيلز. وقال لك انه الموضوع بتاعها دوت سلاح ذو حدين لان هي على طول بتنقسم فهي عرضه اكتر ان هي يحصل لها كانسر، ده غير ان الناس اللي بيجي لهم كانسر بيجي لهم بياخدوا كيمو ثيرابي وده اوريدي بيدمر الليبايل سيلز الطبيعيه غير السرطانيه، يعني الطبيعيه مع السرطانيه فدي مشكله. طبعا الستيم سيلز زي ما احنا قلنا هي ان سبيشالايزد او ان ديفرنشيتد سيلز بيحصل لها بروليفريشن ديفرنشيشن تديني سبيشالايزد سيلز وعندها خاصيتين، خاصيه اللي هي السيلف رينيول والبوتنسي. السيلف رينيول ان هو بتنقسم عشان تمنتين الان ديفرنشيت ستيت بتاعتها، والبوتنسي ان هي بتنقسم انتو ديفرنت سيل تايبس. التايبس بتاعتها زي ما احنا قلنا اتكلمنا الاول عن الامبريوجينيسيس وقلنا انه بيحصل تخصيب للبويضه فبيتكون لي الزايجوت لو بيبتدي ينقسم ولحد ما يوصل للموريولا، الموريولا دي تديني البلاستوسيست عند الاسبوع عند اليوم الرابع لل 14 اللي هو بيكون من انر سيل ماس واوتر سيل ماس. الانر سيل ماس دي اللي بتطلع لي ها الجيرم سيل لايرز بتاعتنا ماشي كده، والاوتر اللي هي بتعمل لي الايه البلاسينتا. فالانر بتاعتي اللي هي بتديني بقى الثلاث طبقات بتوع البيبي اللي هم الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم. جميل. ايه بقى انواع الستيم سيلز اللي عندنا؟ قلنا التوتي بوتن سيلز
اللي هي السيلز اللي بتديني كل انواع السيل تايبس بتاعتي، وبتديني بالتالي الكومبليت اورجانيزم اللي هو البيبي بالحبشتكنات بتاعته او الحاجات بتاعته زي البلاسينتا وزي الامبيلكال كورد، وبتبقى جايه لي من الايه، من المورولا. تمام. البلوريبوتنت بقى اللي هي بتديفرنشيت الديريفاتيفز بتاعت التلات حاجات اللي هما الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم اللي هما الجيرم لايرز، اللي هما بيبقوا جايين اصلا منين، من الانر سيل ماس بتاعت البلاستوسيست. المالتي بوتنت دي بتديني كل الانواع، بس بتديني ايه، من كلوزلي ريليتد فاميلي اللي هما من عيله واحده زي الهيماتوبويتيك ستيم سيلز، اللي هي بتديني الريد بلاد سيلز الوايت بلاد سيلز والبلاتلتس. اليوني بوتنت دي بتديني نوع واحد بس زي خلايا السكن خلاص، اللي هي ايه، السيم سيلز بتاعت السكن ابيدرمس، بتديني سنجل تايب. جميل. نيجي بقى احنا بنجيبها منين، يا اما امبريونيك ودي بتبقى بلوريبوتنت، بتديني اي نوع من الخلايا بتاعت الجسم، ولكن مشكلتها في الاثيك ريستراكشن. جميل. الادلت بقى بتبقى مالتي بوتنت خلاص، دي اللي هي الخلايا اللي هي ايه، موجوده لحين ما احنا نحتاجها يعني، ويجيلها اشاره. الامنيوتك فلويد ده تالت مصدر، وده بيبقى مالتي بوتنت لو السائل اللي موجود حوالين الايه الطفل دوت بيتاخد عينه وتتحط في ايه، في بنك عشان لو احتاجها لما يكبر. الامبيليكال كورد بيبقى نوع بلوري بوتنت، تديني كل انواع، بجيبها من الاوعيه الدمويه اللي بتبقى مع الحبل السوري بتاع الطفل. خلاص. جميل. نيجي بقى للسلدس. السلدس قلنا عندنا يا اما نكروزس يا اما ابوبتوسس. نكروزس اللي هو الموت العرضي، اللي هو بيكون باثولوجيكال نتيجه حاجه باثولوجيكال زي الهايبوكسيا اللي هو نقص الاكسجين، راديشن لو تعرض لاشعاع، باثوجين زي الفيروس. المورفولوجيكال فيتشرز اللي بتحصل، بيحصل دامج في السيل ميمبرين، دامج في السيل ميمبرين، وبالتالي الدامج دوت لما هيكسر السيل ميمبرين هيدخل بقى ايه جوه ميه او اكسترا سيلولار فلويد، فيحصل سويرنج في السيل ويحصل لها ان هي ترابشر. فبالاضافه كمان زي ما حصل دامج للسيل ميمبرين هيحصل دامج كمان للسيل اورجانيلز. ماشي. بيحصل دامج للسيل اورجانيلز وبيحصل دي ناتوريشن للبروتينز. بس الفرق هنا ما بيننا وبين الابتوزز انه ما في يعني، انه هنا زي ما في برضو دامج للسيل ميمبرين وزي ما في دامج للاورجانز، بيحصل كمان انه بيبقى فيه انفلاميشن، بيبقى فيه انفلاميشن لان الخليه انفجرت. ماشي كده. جميل. حلو جدا. يبقى الدمج في السيل ميمبرين خلاها تنفجر والمية تدخل جوه ويحصل لها ربشر، ده غير ان الحاجات كمان اللي جوه بتطلع على بره فتعمل التهاب وانفلاميشن وبتدمر الاورجانيلز والبروتينز. نيجي بقى للنوع التاني اللي هو الموت المنظم او الابوبتوزس بروجرامد سيل ديث. ده حاجة فيسيولوجيكال بتحصل عن طريق جينز كده، بيحصل لص في الميتوكوندريال فانكشن ويطلع منها شوية مواد تخلي الخليات تموت بعد كده. خلاص. which of the following statement best define the cell differentiation. ال differentiation غير ال proliferation زي ما احنا قلنا. The process by which cells undergo mitosis. لأ ده ال proliferation اللي احنا قلنا عليه. increase number of unspecialized cells. لأ the differentiation المفروض unspecialized بتتحول ل specialized. يبقى the process by which unspecialized cell acquire specialized structure and function feature. اه صح. جميل. يبقى دي the balance between cell death and proliferation. لأ ما عملهاش علاقة. جميل. What happens to cell proliferation as cell undergoes differentiation during early development. احنا عارفين انه اثناء ال early development المفروض انه اللي بيحصل انه ال proliferation بيزيد خلاص، لان احنا عايزين cells كتير عشان نقدر نكون ال organs بتاعتنا. جميل. حلو. بس بيقول لك هنا as cells undergo differentiation. differentiation لما بيحصل differentiation ايه اللي بيحصل؟ لا ال differentiation بيخلي ال proliferation بيقل، لانه الخلية بتبقى خلاص وصلت لمرحلة من التخصص والتمايز، وبتدخل بقى انه هي هتدخل في مرحلة ال GO stage اللي هي الخلية اللي هي بتبقى ايه متخصصة. مش احنا قلنا ال differentiation هو عبارة عن ان السلة هتبقى اللي هي الغير متخصصة هيحصل عليها شوية تغيرات تتحول إلى متخصصة. الخلايا المتخصصة بتبقى ايه
بتدخل في مرحلة الجي او ستيج، او يعني بتخرج من السيل سايكل وتدخل في مرحلة الجي او ستيج، عشان خلاص مش هتنقسم تاني. تمام، جميل جدا. طيب انهي واحد من الاختيارات دول؟ قالك the rate of proliferation increase. لا احنا قلنا increase دوت في حالة لو احنا لسه الخلية بتتكون. طيب cells are arrested in G1 phase. لا مفيش حاجة اسمها كده، cell اكيد مش هتقف في ال G1 phase. cells are arrested هي دي بقى في ال G0 stage. ماشي، بعد كده cell proliferation continues at the same rate as in early development. لا ال proliferation برضو مش بيفضل زي ما هو خالص. تمام، which type of cells are classified as non-dividing permanent cells that leave the cell cycle to perform specialized function. مين فيهم؟ اللي هي مش هتنقسم تاني وخلاص دخلت في الجي اوفيس ومش هتطلع، اللي هي الستاتيك سيل. خلاص، which of the following is an example of stable cell population. stable اللي هي لا دي مؤقت بقى، مؤقت في الجي اوفيس. ماشي، هل الكارديك؟ القلب؟ لا. الخلايا العصبية؟ برضو لا. السموز muscle fibers؟ زي السموز muscle fibers بتاعت اليوترس. ماشي، تنفع. اللي بيصير سيلز اوف سكين؟ لا، السكين دوت لبايل سيلز اللي هي بتنقسم على طول، مش ستيبل. كانسر تريتمنت such as chemotherapy primarily affect which type of cells؟ بتأثر على مين يا شباب؟ ها، على اللي بايل سيلز. خلاص احنا قلنا السيلز اللي بتنقسم كتير جدا، فبالتالي هي اكثر عرضة للكانسر، وفي نفس الوقت الناس دي بتاخد كيموثيرابي، ها هيموت برضو هذه الخلايا الطبيعية والسرطانية الاتنين. جميل، which property of stem cells allows them to go through numerous cycles of cell division while maintaining their undifferentiated state. هو بيتكلم على ال stem cells، بيقول لك انا دلوقتي انهي property بتخليها تنقسم كتير بحيث ان هي تحافظ لي على ال undifferentiated state بتاعتها. احنا قلنا ان هي عندها حاجتين، ال self renewal وال potency. خلاص، يبقى انا هستبعد الكلام ده، دي حاجة. الحاجة ال اللي بعد كده بقى، انهي فيهم اللي بتخليها تحافظ على undifferentiated state بتاعتها؟ ها، اللي بتخليها تنقسم وتدينا stem cells تانية، ولا اللي بتخليها تنقسم وتدينا different types of cells؟ لا، اللي بتديني نفسها، لان هي كده بتبقى هي نفسها undifferentiated، يبقى self renewal. which type of stem cells had the ability to generate all types of cells and form a complete organism؟ مين فيهم complete organism اللي هو الجنين بالحاجة بتاعته؟ ها، دي قلناها اول واحده اللي هي بتيجي من الـ من الايه من التوتيه، من المريله اللي هي الايه التوتي بوتنت. توتي يبقى توتيه. from which source are pluripotent stem cells derived during embryogenesis؟ البوريبوتنت بتطلع منين؟ البوريبوتنت، ها احنا قلنا اول واحده اللي هي التوتي بوتنت دي بتيجي من المريله، يبقى اذا دي ما تنفعش. تاني واحده اللي هي البوريبوتنت، ها هي دي اللي بتيجي من الانر سيل ماس، صح. ثالث واحده اللي هي ايه بتيجي من خلايا بتاعت نفس العيله، الهيماتوبويتك ازاي قلت، لا مالهاش علاقه بيه دلوقتي. which of the following stem cells has the capacity to differentiate into cells of a closely related family such as hematopoietic stem cells؟ لسه قايلين اللي هي الايه المالتيبوتنت. ماشي، what is the key advantage of embryonic stem cells for clinical application؟ يعني ال clinical application بتاعها ال embryonic، هو محدد لي اهو اللي هي مصدرها embryonic. مش احنا قلنا embryonic و adult و amniotic fluid و umbilical cord؟ طيب ال embryonic ده بعمل بيها ايه؟ they can differentiate only into hematopoietic cells. لا، الهيماتوبويتيك ستيم سيلز ديت من المالتي بوتنت. طب تاني حاجه، زي كان سبيشالايز انتو اني تايب اوف بادي سيلز. ايوه دي صح. ماشي، لان هي ايه زي ما احنا قلنا ان هي بلوري بوتنت، خلاص جايه من الانر سيل ماس. ال they are not affected بالاثيكال ريستراكشن. لا، دي ده هي دي اساسا اللي بتبقى affected بالاثيكال ريستراكشن. they are multi potent. لا، هي مش multi potent، واحنا لسه قايلين. طيب نيجي بعد كده ليه، what makes a cell decide ان هي to commit suicide؟ ايه اللي بيخليها عايزه تعمل apoptosis؟ قبل بس ما نخش في الحته دي، احنا قلنا ان احنا عندنا في بالانس ما بين البوزيتيف سيجنال والنيجاتيف سيجنال. البوزيتيف سيجنال اللي جاي من الاكسترا سيلولار ماتريكس ومن السيلز اللي جنبنا، ده بي انهبيت الابوبتوزس، لكن النيجاتيف لا، ده بيشجع الابوبتوزس. فده في بالانس ما بين الاثنين. طب لو في النيجاتيف سيجنال هي اللي زادت، او حصل ان البوزيتيف هي اللي قلت، ساعتها بيحصل الايه الابوبتوزس. جميل، ليه بقى بيحصل ابوبتوزس، او احنا محتاجينه في ايه؟ قال لك
عندي يا اما يكون امبريونيك يا اما يكون ان ادلت. امبريونيك دوت عشان نريموف الاكسس سيلز ديورنج المورفوجينيسيس، تشكيل الاعضاء و ديترمينيشن اوف اورجان سايز. خلاص قال لك ايه الويب دوت المفروض انه بيحصل ابوبتوزس، هنا حصل انكمبليت ابوبتوزس وقت الديفلوبمنت بتاع التوز. في الادلت قلنا عندنا ثلاث حاجات: هرمون ديبندنت، سيل سايكل، ومينتينينج اوف ا كونستنت نمبر اوف سيلز. هرمون ديبندنت زي في المنسترو سايكل اللي بيحصل انفولوشن في الاندوميتريوم نتيجه وقوع او نقص الاستروجين والبروجستيرون. تاني حاجه ريجريشن اوف لاكتيتن ماماري جلاند افتر الويننج. وتالت حاجه ريجريشن اوف بروستيت في الاولد ميل لما التستوستيرون بيقع. تاني حاجه بقى في الادلت هي السيل سايكل، قالك لما بيكون في دي ان اي دامج وما بنعرفش ان احنا نعمل ريبير، لا ساعتها بتنتحر. وتالت حاجه عشان نحافظ على العدد بتاع الخلايا ثابت في مقابل البروليفريشن اللي بيحصل، فاحنا عشان نوازن البروليفريشن مع الدس ونحافظ على العدد بتاعنا زي ايه الشيدنج بتاع الانتستاين ابيثيليوم. المورفولوجيكال فيتشرز اللي بتحصل وقت الابوبتوزس، انه اول حاجه زي ما حاولنا بيحصل لص في المايكروفيلاي، بيحصل لص في المايكروفيلاي. تاني حاجة بيحصل شرينكج للسيل كده وتنكمش على بعض ويطلع كده بليبس او زوايد، ويحصل هايبر كوندنسيشن في الكروماتين وان هو يحصل له كولابس على النيوكلير بريفري. بعد كده الحاجتين مهمين انه ما بيكونش فيه مشاكل في السيل ميمبرين، خلاص ما فيش لوس اوف انتجريتي، بس ممكن يحصل ايه يعني زي ما احنا فيزيو كيميكال تشينجز، لكن مفيش لوس في الانتجريتي والسيل اورجانيلز بتفضل زي ما هي نورمال، او ممكن يحصل لها كلامبنج بس حتى لو اتجمعت مع بعض بتبقى ايه نورمال برضو، لحد ما تبتدي بقى ان هي خلاص هتنتحر حرفيا وتتحول الى ابوبتوتيك بوديز. الابوبتوتيك بوديز ديت اللي هي بيبقى عباره عن سيتوبلازم محوط نيوكليوس او ميتوكوندريا او اي اورجانيل ثانيه، والابوبتوتيك بوديز دي بتبقى ريموفد بالفاجوسيتيك سيلز. خلاص يبقى انا دلوقتي الفرق ما بين النكروزس والابوبتوزس ايه؟ ان النكروزس ده حاجه باثولوجيكال، الابوبتوزس حاجه فيسيولوجيكال. النكروزس ده بيحصل دامج مع لوس في الانتجريتي بتاع السيل ميمبرين، لكن الابوبتوزس ما فيش لوس في الانتجريتي بتاع السيل ميمبرين. النكروزس بيبقى فيه بروكن داون اورجانيلز، لكن الاورجانيلز في الابوبتوزس بتبقى تمام. النكروزس بيبقى فيه دينيتريشن للبروتينز، لكن الابوبتوزس بيبقى فيه بريك داون للدي ان اي ذات نفسه مع هايبر كوندنسيشن للكروماتين، وبالتالي برضو الشغل بتاعي بيقف ومش بعرف ان انا اكون بروتينز. الابوبتوتيك بس تبقى موجوده بس في الابوبتوزس، منطقي جدا. الانفلاميشن بيحصل بس في النكروزس، ادي النكروزس اهو ايه شايفين اللي حصل للخليه بعد ما الخليه كانت زي الفل. السيل ميمبرين بتاعها اتدمر والحاجات اللي جواها طلعت وحصل انفلاميشن حواليها، حتى السيلز اللي جنبها اتاثرت اهي جميل، لكن هنا الخليه بتموت في سلام من غير ما تاثر على اللي حواليها وتتحول لابوبتوتيك بوديز تاكلها الفاجوسايتس. جميل. which of the following is not for morphological feature of necrosis. دامج للسيل هو عايز الحاجه اللي مش فيتشر. الدامج دوت لا من الفيتشرز. ان الديناتوريشن بتاع البروتينز من الفيتشرز السائلين. فورميشن اوف ابوبتوتيك بوديز اكيد ابوبتوتيك بوديز مش هتبقى في الايه في النكروزس يعني. بريك داون اوف سيل اورجانيل تمام. what is key feature that differentiate apoptosis عن النكروزس في السيلولار ليفل. loss of mitochondrial function ولا involvement of inflammation extensive tissue damage ولا cell swelling and rupture leading to tissue damage ولا release of viral particles causing cell damage. الميتوكوندريال فانكشن بنفقدها فين؟ في الابوبتوزس. ماشي. حدوث انفلاميشن ده بيكون فين؟ في النكروزس. سيل سويلنج ورابشر ده في النكروزس. ريليز اوف فايرال بارتيكلز تعمل لي سيل دامج، يعني الدامج دوت نتيجه ان هو حاصل نتيجه فيروس، ده في النكروزس. يبقى الحاجه المختلفه هي ايه؟ لوس اوف ميتوكوندريال فانكشن، هي دي الحاجه الوحيده اللي بتكون موجوده في الابوبتوزس. هو عايز الحاجه اللي بتفرق الابوبتوزس عن النكروزس، كل دول في النكروزس ما عدا دي. which of the following examples illustrate hormone dependent apoptosis في الادلت. ماشي. في الادلت احنا كان عندنا ايه ثلاث حاجات: evolution of endometrium وفي اثناء المنسترال سايكل، وفي اللاكتيتنج عندنا اثناء الويلينج بعد الويلينج ولا ايه بعد الفطام، و البروستيت لما بيقل التستوستيرون. فهنا بيقول لك
elimination of damaged intestinal epithelial cells، لا involution of endometrium during menstrual cycle. ايوه هي دي. ممكن نكمل باقيين cell swelling and denaturation، لا دي ملهاش علاقة. يعني ايه يعني ازاي ده اصلا يحصل في البروستات في اللي احنا بنتكلم فيه. removal of excess cells during embryonic morphogenesis، لا ده هنا بيتكلم على ايه، على اللي هو الابوبتوزس اللي بيحصل فيه والكلام دوت وقت الامبريونيك مش في الادلت. ماشي. during apoptosis what happens to chromatin inside the nucleus، بيحصل fragmentation؟ لا مش بيحصل fragmentation. unchanged while cytoplasmic organelles break down، لا مش بيبقى برضو unchanged. hypercondenses and collapses against the nuclear periphery، ايوه هي دي. ماشي. releases into cytoplasm، لا مش بيحصل له release في cytoplasm. يبقى في الابوبتوزس بيحصل له ايه، هايبر كوندنسيشن. جميل. نيجي بعد كده what is the fate of apoptotic bodies، المفروض احنا عارفين ان هي بتاكلها الفاجوسايتس. ماشي. يبقى engulfed by and removed by phagocytic cells. كان في سؤال كده المحاضرة اللي فاتت، هو السؤال على المحاضرة اللي فاتت، حتى الاختيارات برضو تبع المحاضرة اللي فاتت، بس كان في اختيار كده واحنا بنحل انا عديته كده بسرعة لانه الاختيار دوت فهمه من محاضرة النهاردة. فطب كان ايه السؤال؟ which statement describes the interphase، الانترفيز ديت اللي هي الطور اللي قبل الانقسام عشان نخليها بقى بتبتدي ان هي تجهز نفسها وتستعد للانقسام وكده. وقلنا ان هو بيبقى في قبله ميتوزس وفي بعده ميتوزس، وهو ايه في النص ما بين الاثنين، وان هو عبارة عن ثلاث مراحل اللي هما الجي 1 فيز والاس فيز والجي 2 فيز. ماشي. جميل. اهم واحدة فيهم اللي هي الاس فيز اللي هي بيحصل فيها الدي ان اي ريبليكيشن، واطول واحدة فيهم هي الجي 1 فيز. ماشي. والتضاعف بتاع الجسم المركزي او السنتروزوم بيكمل في الجي 2 فيز، خلاص بيكمل بيخلص يعني. المهم نشوف الاختيارات. storage of energy occurs during ال G1 phase، لأ لأنه ال energy وال protein synthesis بيحصلوا في ال G1 phase. أيوة لكن التخزين بتاعنا بيبقى في ال G2 phase اللي هو احنا خلاص صنعنا ودلوقتي بقى ايه بنخزن عشان نستعد ان احنا داخلين على الانقسام، فده مش في ال G1 phase، التخزين مش في ال G1 phase. طيب تاني حاجة S phase occurs in static cell population، هو ده الاختيار بقى اللي ليه علاقة بمحاضرة النهاردة. ال static cell population ديت اللي هي ايه، هي احنا اصلا جبنا سيرتها في المحاضرة اللي فاتت بس مكناش قايلين ان اسمها static cell. ال static cell ديت اللي هي السيل اللي هي بتخرج من السيل سايكل تدخل في الجي او فيز، تفضل بشكل دائم في الجي او فيز ومش بتنقسم تاني. طب ده معناه ايه؟ هل هي هيبقى عندها اس فيز؟ هي ايه الاس فيز ديت؟ ما احنا لسه قايلين الاس فيز مرحله من مراحل الانترفيز، ومعنى ان الخليه تخش في الانترفيز يبقى هي هتنقسم، يعني بتستعد ان هي تنقسم. طب احنا قلنا اصلا الاستاتيك سيل دي مش هتنقسم اساسا، يبقى هي ما عندهاش اس فيز، خلاص. طيب السنتروزوم بيبدا الدوبليكيشن بتاعه في الجي 2، لا ده احنا قلنا بينهي في الجي 2. It's the period between two successive cell division، ايوه ما بين اتنين ايه ميتوزس زي ما احنا لسه قايلين. تمام كده.